بسبب الحالة الأمنية التي حصلت في معبر باب الهوى، تم إغلاقه من الجانب التركي، ثم تم إعادة فتحه بتاريخ 26/7/2017 أي البارحة. تم في البداية فتحه بالنسبة للقادمين من تركيا إلى سوريا كمسافرين، ثم فتح مع الظهر لحالات التجارة والشحن للمواد الإغاثية أيضا، وبعد الظهر بقليل تم إعلان فتحه من الطرف التركي من معبر جلفاكوز لجميع الحالات المتضمنة إجازة العيد والترانزيت والتجارة والشحن وللمسافرين أيضا. بالنسبة للأعداد التي يقوم الجانب التركي بإدخالها تتراوح بين 700 شخص و 800 ما عدا حالات الترانزيت والتجارة التي لديهم موافقات خاصة. بالنسبة للطلبات لم الشمل والترانزيت، طلبات لم الشمل عبارة عن إشاعة، لم يفتح الجانب التركي إلا طلبات فقط الترانزيت الذي لديه إقامة أو فيزا في دول خارج تركيا وسوريا.